هذه وقفة تضامنية مع الشاب المختطف محمد علي ولد عبد العزيز. أنا جيت هون كمدون، إياك نتضامن معاه وإياك نوقفوا كاملين كشباب ضد هذا التراجع الخطير الملاحظ مؤخرا في حرية التعبير. نحن الشباب كان عندنا من 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 من, من المتنفس متنفس لا أراءنا هي البطالة، معرمة في الشباب، شباب كامل يعاني من البطالة أكثريته وحمل الشهادات وذا كامل، كان عندهم المتنفس هذا الفضاء الاجتماعي عبروا فيه عن وجهات نظرهم. منين اللي تعود الحكومة، حكومة توجهها هو القمع والتنكيل بحد كامل خالفها، يعود ذاك عادي قال له مدها ما تقضي على رواقيش، والله ما تقتل رواقيش حيين. انا نبقي نسول لهم وتو الطريقه اللي نقدو نحن هذا نعبروا بها عن ارائنا، شنو احنا من نتكلم ونرهب وينقال عن ذا عن الجريمه السبرانيه وعن راينا عدلنا وعدلنا ويكردونا والرواية فين انتقائيه. انتوما منين الشعب الموريتاني منين يعود متابع الفضاء الاجتماعي يعرف عن ثماتيها ياسر من فيديوهات وفوكالات الموسيقى كانت خالقه قاع في العهد الماضي وما زالت خالقه ومعدله، لماذا اهلها ما ينكردوا؟